الله أكبر، 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، 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 الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر، الله أكبر، سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر، 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 السلام عليكم، السلام عليكم، سبحان ربي العظيم وبحمده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله عدد ما في علم الله العلي العظيم الكريم وإفضاله، والرضا عن أصحابك يا سيدي يا رسول الله. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين، فاتحة للوالدين والأشياخ والمحبسين وكافة المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم، سيدنا ومولانا السلطان، اللهم انصره وبارك في عمره، اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، اللهم
أصلح به وعلى يديه، اللهم كن له وليا ونصيرا، اللهم أصلح أمورنا وأمور المسلمين أجمعين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب سمو الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن، ومرفوقا بصاحب سمو الملك الأمير مولاي رشيد صلاة عيد الأضحى المبارك. وقد حرص جلالة الملك عزه الله على أداء صلاة العيد في إطار خاص وبحضور جد محدود، اعتبارا لاستمرار العمل بالتدابير الوقائية المعتمدة لمواجهة وباء كوفيد-19، واقتداء بسنة جده المصطفى سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، يقوم أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس حفظه الله بعد قليل بنحر أضحية العيد، وهي شعيرة دينية جليلة تتجلى فيها مظاهر التآصر والتكافل، وتشاع معاني التراحم وصلة الأرحام وفق المقاصد السامية للشريعة الغراء التي ارتضاها الله سبحانه وتعالى لعباده دينا ومنهجا. هي أيام غراء تحتفي فيها الأمة الإسلامية بمناسبة دينية جليلة جعلها المولى سبحانه نفحة من نفحاته المفعمة بالخير والمغفرة، وسنها للأمة المحمدية عيداً يفرح فيها المؤمنون بما أفاء الله عليهم من جزيل الثواب. وفي هذه الأثناء يقوم أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بنحر أضحية العيد تقربا للمولى عز وجل في هذه المناسبة الدينية السعيدة التي اختصها المولى سبحانه لأمة سيدنا محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه، كما يقوم الإمام بنحر الأضحية الثانية. هي نفحات ربانية إلهية من الله بها على خير الأمم. إلى هنا سيداتي سادتي، نودعكم وعيدكم مبارك سعيد.